عسلامة الناس الكل، أنا ربيع حمدان باك مات، قريت في ليسي بيلوت نابل، نجحت ب 1554 وقريت أون ليني كوب دو لاني في يونويا أكاديمي. لي كور أون ليني هذوما أنا ساعدوني برشا، علاش؟ على خاطر ما فماش مشكل نتاع ديستونس، كل شيء بحداك في الدار، تبدا قاعد تفرحت على روحك. ثاني حاجة ما فماش هكا الشارج، ما كانش فما هكا تقرا في صالة تبدا مليانة برشا برشا تلامذة برشا هكا ضغط، وكان ديما فما ريجيمات كور، ديما فما سيريات، ديما عندك ما تخدم، أنا كور لاني ما تحيرش. اكثر حاجه انا نفعتني في لي كور هذوما هو لي سيونس اون ديريكت، لو بروف كان ديما حاضر، ما كانش فما قلق كيما قلنا تاع اكتظاظ ولا تاع حاجه كيما هكاكا، من غير ما تحشم، ما فماش حشمه، ما فماش حتى حاجه باش تردك ما تسال سؤال، والا حتى هكا ما فماش كالشعور الخايب نتاع اش باش نسال، زعما نسال زعما الناس كل فاهمه، لهنا فما حد انت وحدك تقرا اون ديريكت معاك بروف حاضر باش يجاوبك وانت ما يقلقكش كان باش تسال. بيرسونيلمون انا كان تعجبني ياسر لي سيونس اون ديريكت، خاصة في سيونس المات، كان فما ياسر موتيفاسيون فيها، ياسر هز مورال، كان ماكش مريقل قول يا مسيو راني والله حاسس هكا وهكا، تو يحسك اللي انت مش قادر برك داخل باش تكتسح، مش حتى كي باش ندخل نعدي. هيك حاجة، وحاجة أخرى كنا عرفت ياسر عبيد ووصلت حتى نقرأ معهم، مش حتى في البلاتفورم، أنا وصلت عملت جروب أنا وحدي كنت نقرأ مع جماعة من البلاتفورم، لوكا نخدم سيريات مع بعضنا، نخدم مع بعضنا ونسألوا بعضنا، معناها هذا فاش واحد الآخر فاش حاجته، وكانت اكسبيريونس حلوة على الآخر، وعرفت فيها أصحاب بالحق عاونوني برشا ونشكرهم برشا. نصيحتي للباك 2024، ما ترهقش روحك في وسط الباك، لا في وسط ولا في اول ولا البريود دي ريفيسيون، اخدم منظم، ما تعبش روحك، ما تقواش على روحك، وما تتبعش غيرك كيفاش اعرف ريتمك واحد، راك عادي على تقول انا تويكا باش نخدم، اي برا نخدم اليوم نكمل مصلات نتاع الصباح ونقوم غدوه كومبواش تعمل فرق كبير، هاك ماركيت نهار وش تقوم بثلاثة. هذه أول حاجة، ثاني حاجة اعرف أصحابك بالباهي، اخدم أعطي تو يجيك واحد من بعض الشيء، وما تكونش ما تكبش في خدمتك في السيريات في أي حاجة، معناها أي حاجة تنجم تعطيها، أي حاجة طلبها منك واحد صاحبك أعطيه، ما تكونش أناني جملة، كون ديسيبليني، أوقات العطلة راك كان ضاعت عليك حاجة في سوميس نجم ترجع لها في العطلة، ما تخاف الجملة عندك الوقت، وحاول أعمل إيكيليبر بين لي ماتير الكل، معناها ما تخليش ماتير البريود دو ريفيزيون، ما تخليش هكا دي شابيتر كبار مثلا في الفيزيك تقول تخلي دي شابيتر هذوما تو نخليهم للريفيزيون، ما تعملش العملة هذيك جملة، حاول أعطي ما عندك ووصل تخدمهم الكل، وما يهمكش في لي ريزولتا نتاع لي ديفوار وقتها، ما ناخذوش عليهم ياسر. دونك هذه حاجة أخرى، وعطيت ما عندي وحققت معناها الإكيليبر في كل شيء.